طيب الدرينج، قبل ما نبدأ في الدرينج أو نفتح سلايدز إحنا لازم نفهم الكونسبت بتاع الدرينج، يعني طريقة التفكير في الصرف عاملة إزاي. الصرف كديزاين سهل، وأنا بعمل ديزاين للصرف سهل، أسهل بكتير من الفاير فايتنج والووتر سبلاي، بس وأنا بنفذه في الموقع صعب. إيه اللي يسهله بقى؟ إن أنا أكون حريف في الديزاين، ان انا يكون عندي التريكس بتاعت الموضوع، همشي منين وهروح فين، وقف عند ايه، طب ايه اللي اعمله اسهل على الراجل ده، طب ايه اصعب حاجة في الصرف، انه مواسير ماشية بالجرافيتي مفيش حاجة بتزقها. تعال انا ماشي بمصورة ووتر سبلاي، مصورة فاير فايتنج، وقابلني كاميرا هنزل واطلع بعد الكاميرا، خلاص انا معاي، انا ماشي بحاجة فورسد، هاخد النزول والطلوع في اعتباري في الفريكشن، فبالتالي هقدر اوصل. مظبوط. طب اقدر اعمل كده في الصرف؟ ايه اللي هيزقني عشان اطلع؟ ده انا معتمد على نزولي، على الجاذبيه، صح، على جرافيتي. فايه اللي يزقني عشان اطلع؟ ولا حاجه موجوده تزقني، كارثه لو نزلت وطلعت. اذا انا لازم امشي مش بس لتحت، ده انا لو ماشي افقيا ما ينفعش امشي بصفر ميول، لازم يبقى فيه ميل علشان الميه تمشي. طب الميل ده لو خفيف ولا حاجه، مفيش حاجه هتمشي، السوليدز تقيله تقف. طب لو قوي جدا الميل، المية تسبق السوليدز، المية تنزل بسرعة فتفضل السوليدز مفيش حاجة بتزقها، فبالتالي ولا ينفع اعمل ميول بسيطة قوي ولا ينفع اعمل انحدار رهيب. بلس جايب لك بقى، مفيش حاجة اسمها سنتي في المتر، في حاجة اسمها كود بيودينا الرقم كام، فهنروح نشوف الكود بيودينا الرقم كام. طيب انا دلوقتي ولا ينفع امشي افقي ولا بميل بسيط ولا بينفع امشي ستيب قوي منحدر قوي، لانه لو مشيت منحدر قوي هروح لان الميه تسبق الصرف. طب امشي بميل قد ايه؟ الكود بيحكمني بميول معينه. طب تعالى نشرح يعني ايه اصلا سنتي في المتر. يعني الماسوره بتاعتي لو دي الارض والماسوره بتاعتي ماشيه كده وده متر، يعني انا ميلت من بداية الماسورة لحد هنا 1 سنتي، صح؟ يبقى أنا لما أقول 1% معناه إنه 1 سنتي ميل كل متر. يعني لو مشيت 10 متر فأنا نزلت 10 سنتي، لو مشيت 100 متر فأنا نزلت متر 100 سنتي. طب الموضوع ده أه ماشي حلو بس خطر. أنت متخيل إن أنت بتحجز من السقف الساقط ماسورة مايلة؟ يعني احنا طول الوقت احنا بنتخانق على السقف الساقط على الليفلات، فتلاقي الفاير يقول لك انا همشي بالمين لاين في اوطى نقطه وبالبرانش في اعلى نقطه، تلاقي الووتر سبلاي يقول لك انا هلزق في السقف وانزل لما اخرج، تلاقي التشيلد هكذا. طيب الصرف تلاقيه ماشي لك في السقف عامل كده، كارثه. ولا انت عارف تركب تحته قدام، ولا انت عارف تركب فوقه هنا، انت طول الوقت عمال تحاول تتفاداه. عشان كده الأولوية في السقف الساقط بتروح للصرف، وبعدين كل الناس تأدبت على اللي فاضل لهم في السقف. حلو؟ يبقى في التركيبات الملك هو الصرف لأنه هو الخطر، الباقي هيأدبت على الميل بتاعه، الحتة دي فاضية هركب فيها، الحتة دي مشغولة مش هركب، هروح فوقيها أو تحتيها. طب هو ينفع وانت ماشي كده يقولك معلش عشان عندي صاج هنا اطلع لي فوق وانزل لي تحت؟ مفيش الكلام ده، انت برنس ماشي وهو عمال نتأقلم حواليك. طيب 1% ولا 2% ولا 3%، مين اللي يقول؟ الأصل في الموضوع السرعة، الأصل في الموضوع في الميول السرعة. أنا عامل الميل عشان المية تمشي بسرعة تشيل السوليدز وتجري، صح كده؟ يبقى في العادي، طبعا احنا هنشوف الكلام ده كله في المحاضرة، بس أنا عايزك يوصل لك كونسبت الصرف قبل ما افتح سلايد. يعني انت لو فهمت هنا هتلاقي المحاضرة سهلة جدا. طيب السرعة في الووتر سبلاي كانت من كام لكام؟ من 4 ل 8 فيت بير سكند. في الفاير في الدرينج السرعة 2 فيت بير سكند ات ليست. السرعة على الأقل تكون 2 فيت بير سكند. عشان يحصل ايه؟ عشان الفلو ياخد السوليدز ويمشي. فاحنا هنشوف ميول تحقق السرعه دي. بس هو انا الفانكشن سرعه بس ولا سايز كمان؟ سايز، صح؟ عشان الماسوره الصغيره سهله تتسد،
لما الماسوره الكبيره لا لسه عندي سماحيه، فكل ما كبرت الماسوره كل ما قل الميل، كل ما صغرت الماسوره كل ما احتاجت ازود الميل عشان اتفادى انسدادها، صح كده؟ طيب، طب ده للفلو العادي بالظبط. احنا لسه هنشوف ايه 2 فيت بير سكند. طيب الفلو ده للفلو العادي، طب افرض الفلو ده جاي من مطبخ بيسموه جريس، جريسي فلو. ايه الجريسي فلو ده؟ جريس شحم، فيه شحوم ودهون في الميه، كثافه الميه زادت فبقيت لازم ازود سرعتها عشان ازق تقلت، بقيت لازم ازود ازق شويه، فبقت السرعه المينيمم 4 فيت بير سكند. يبقى انا في حاله الفلو العادي 2 فيت بير سكند اقل سرعه، في حاله الجريسي فلو 4 فيت بير سكند، وبحاول طول الوقت افصل الدهون والزيوت عن طريق انترسبتورز على حاجه اسمها جريس انترسبتور او اويل انترسبتور على حسب انا عندي شحم ولا زيت. هنشوف قصه الانترسبتورز دي قدام كلها. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده عرفنا قصه الميل والسرعه. طيب هو الكود بيحكمني بايه في الميول؟ الكود بيقول لي، يعني خلينا نقولها كده مبدئيا دلوقتي على اننا نفصلها قدام شويه. بيقول لك الماسوره بايب سايز اقل من او يساوي 3 بوصة تديك لميل كام؟ 2%، يعني 2 سنتي كل متر. حلو؟ بايب سايز اكبر من 4 بوصة او اكبر من 3 بوصة ممكن تروح لميل 1%. هنا بقى الماسوره كبرت شويه فاقدر اقلل الميل سنه. هو انا ليه عايز اقلل الميل؟ وعشان الارض، خلي في حوض في اخر الاوضه دي والبلعه هنا. ماسوره الحوض 2 بوصه 5 سنتي 6 سنتي، فانا محتاج من الارض تسيب تحت السيراميك 6 سنتي. طب وال 4 متر دول هيديك ال 4 سنتي ميول؟ لا، ده 8 سنتي ميول لان هي اقل من 3 بوصه. ف 8 سنتي اللي هو اكبر من قطر الماسوره اللي ماشيه اصلا بس للميل. ففي 8 سنتي زائد 6 سنتي يعني 14 سنتي. 14 سنتي ايه؟ باشمهندسين انتوا معايا صح؟ 14 سنتي ايه؟ 14 سنتي تحت البلاط. يعني لسه هتسيب قيمه البلاط؟ دخلت في 16 17 سنتي تحت السيراميك. مش مشكلة يعني ايه يعني عالي الحمام سنة ماشي؟ 2 سنتي كل متر. طيب انا هعلي الحتة دي عن بره، انا جوه الحمام هعلي الحمام، امسح كده بره وهات المية للحمام في عتبة. ايه ده انا هعلي الشقة كلها عشان انا الحمام عيلي، هعلي الشقة كلها. ولما عليت الشقة كلها ايه اللي حصل؟ فلوس ووزن وعلاقتك بقت بالطرقة اللي بره قد ايه؟ بتاعت المبنى بقى، بتاعت الطرقه بتاعت العماره كارثه صح؟ طيب خلينا قلنا مش مشكله هركب عتبه. اصلا ان ارتفاع المكان يقل دي حاجه تخنقك، ما تحسسكش برفاهيه. تلاقي في الفنادق وفي المشاريع العملاقه المعابد والقصور تلاقي السقف عالي قوي عشان يحس بالفخامه كده والبهو. فانت كل ما تقلل السقف تلاقي نفسك اتخنقت، طب عايز اعمل سقف ساقط، لا ما انا عليت الارضيه فالارتفاع ما بقاش يسمح لي ان انا اعمل كده. فطول الوقت انا عايز اقلل الميل عشان اقلل مشاكله. طب في شويه تيبس اند تريكس في الحكايه دي نعملها؟ اه في شويه تيبس اند تريكس ومهمه جدا، ولو ما اتعملتش بتضرك جدا. زي ايه؟ هنقول جزء منها دلوقتي واحنا شغالين طول الكورس هنبدا نفصصها مع بعض. زي مثلا ان المدني وهو بيصب السقف بتاعه هو بيصب السقف كله بالشكل ده صح؟ واحنا عارفين ان في هنا حمامات في المبنى، يروح جاي عند الحته اللي فيها الحمام وعامل حاجه اسمها دروب، يعني تلاقيه صابب كده. هو عمل ايه؟ هو كل من قيمه الكونكريت عند الحمام 10 سنتي 7 سنتي 8 سنتي. هو اللي يقول لك انا ممكن اسيب لك تحت الحمام ده 10 سنتي. طب خلي بقى المعماري جه قال لك انا عايز اعمل الفينش على 5 سنتي هنا.
بقيت انت عندك في الحمام قد ايه؟ بقى 15. 15 صياعه بقى، تعرفت تسرق حته وقدرت تخرج من الحمام. حلو. عاده مهندسين ميكانيكا وهم شغالين في البلامينج بيقول لك خلص وصب وابن حيطان واندهله جيب صناعيه تشتغل. ماشي، عنده حق، بس لازم تكون تكنيكال او انجينيرنج وايز داخل من دي 1، من اول يوم، علشان تلحق تعمل حركه زي دي، فتقدر وانت شغال تريح نفسك. صح. الصرف على رغم ببساطته، على رغم انه بيهد مشاريع، يعني بيوقف بروجريس مشاريع، كارثه. تبدا بقى تدور على ان انت تقعر تحت الماسوره وتاكل من خرسانه ومجهود ومصاريف كتير وعك في الشغل. لو انا داخل انجينيرنج من الاول صح، يبقى انا قدرت اوصل للهدف ان انا طلعت من المشروع من غير ما حد يعرف اسمي. هو انا معلش هندسه بعمل الحته اللي الناس بديله علشان يبقى عندي اكتر من فينش المبنى. بص، المبنى كله الفينش فيه 5 سم، في الحمام بقى عندي 15، فاقدر امشي بمواسير الصرف تحت الارضيه براحتي. تبقى مايله يعني ما انا عندي ميول وعندي مواسير السكنس بتاعها كبير، 5 سم 6 سم كل ماسوره، ولسه هتمشي بميول. طب معلش، هو انا الحته دي مثلا بتاعه الحمام، حلو كده، انا بعمل فيها اللي هي نازله تحت، علشان خاطر الحاجه اللي جايه من البانيو مثلا والقعده وتجمعها على البيبه والفلور درين وتطلع بيها بالظبط، تقدر تستوعب مواسيرك. ايوه، انما انت بره ما عندكش مواسير، حد هيعمل مواسير في اوضه زي دي؟ لا، في الحمام بس. تمام كده. طيب بالعكس، انا فاهم بلاحظها في كل اسال. انا هندسه، كان في مسج مكتوب عليه 3% 3% ايه؟ 2% 2% ل 2 سم. لو اقل من 3 بوصه الماسوره، لو اقل من 3 بوصه يبقى اقل ميل تشتغل بيه 2% 2 سم كل متر. ده الدرينج ولا الجريس؟ درين، مفيش حاجه، احنا ما قلناش جريس خالص، الجريس قلناه في السرعه بس. السرعه يا 2 فيت بير سكند للصرف العادي، يا 4 فيت بير سكند للجريس. يبقى ميولها اقل حاجه 2%. لو 3 بوصه او اعلى، لو اعلى من 3 بوصه 4 فيما فوق، لو 3 بوصه 2%، من 4 بوصه تقدر تخليها 1%. هو ده الكود ولا دي حاجه؟ ده الكود اسبي. طيب، مبنى عايز اخد له صرف، دي الادوار اللي فيه، دي قاعده اهي، ده لافاتوري، وده شاور او باستب. تمام. وطبعا في فلور درين هنا. عايز اصرف المبنى ده، هصرفه ازاي؟ بس هو مش مفروض البيبه تبقى ناحيه القعده؟ مش فارقه، انا براحتي نحط بيبه زي ما انا عايز، المهم اروح لها ازاي. غالبا المعماري اللي بيحدد مكان البيبه، غالبا ده لو هو يعني حد فاهم شغله قوي، عشان بيحطها في نص البلاطه في الفلورينج عشان ما تجيش متطرفه يبقى شكلها وحش والحاجات دي كلها. انما ممكن يجي لك من غير فتحطها انت، بس اللي لازم يجي لك ايه؟ مكان القعده والحوض والشاور واليورينال وكل الاجهزه والسلكشن بالظبط. طيب تعالى نفترض ان احنا هننزل بالستاك بتاع القعده من هنا، والستاك بتاع الحوض والشاورات من هنا. هو ايه الستاك اللي انا قلتها دي اصلا؟ هو مش رايزر؟ امال انا ليه قلت ستاك؟ لا، ما هو رايزر او صاعد، بنقول ان هو طالع مضغوط فجاي من تحت لفوق، رايزنج بيطلع لفوق، فده ينفع يتقال على الووتر سبلاي وعلى الفاير فايتنج. بس هي ميه الصرف جايه من تحت لفوق؟ لا، دي نازله، فاسمها ستاك او عمود. بس هو تملك في المواقع بيقول لك رايزر. لو انت في اجتماع مهم وقلت ستاك ممكن يقول لك شكرا كمش كلام. اما الصرف مفيش حاجه فيه اسمها رايزر، فهو ستاك او عمود. ماشي، في الموقع بيقول رايزر، مش بيقولوا اي حاجه، هم صناعيه. انما احنا لا، احنا لازم نكون عارفين اصل الموضوع. الرايزر او الصاعد ده للشبكات المضغوطه، الستاك او العمود ده ايه؟ ده الصرف عشان جاي من فوق لتحت. يبقى انا اقول ويست ستاك للحاجات هنشوفهم دلوقتي، اقول سويل ستاك، اقول عمود صرف، عمود عمل،
ما اقولش ابدا ولا صاعد ولا ليزر. حلو. طيب ايه الويست ستاك؟ وايه السويل ستاك؟ الويست ستاك بتاع كل الاجهزه اللي في المشروع بيسموه جراي ووتر. السويل ستاك بلاك ووتر. السويل ستاك ده الدبليو سي واليورينال، دول السويل ستاك اللي عندك في المشروع. ده الصرف اللي احنا مستثقلينه دمه قوي، بلاك ووتر ما ينفعش تعيد استخدامه وريحته سيئه وعامل لك مشاكل وفي سوليدز وحاجات كتير قوي. انما الويست ستاك ده جواه لافاتوري، جواه شاور، جواه كيتشن سينك، جواه فلور درين، جواه كل الاجهزه اللي ممكن تكون دخلت غسلت ايدك وطلعت المايه دي مش بلاك. المايه دي ينفع نستخدمها تاني. ينفع استخدمها في ايه؟ اسقي بيها زرع، اغسل بيها قواعد، اوديها لغسيل اجهزه، مش هوديها لهيومن تاتش طبعا، بس اقدر استخدمها او اقدر استخدمها مرميهاش. ايه الكوكب كله داخل على ازمه في الميه. كل المشاريع الفتره الجايه هتبدا تعمل كده. السعوديه مثلا كلها دلوقتي شغاله على التدوير. الكره السياحيه، هي الكره السياحيه دي لتر الميه بفلوس، المتر المكعب بمبلغ، فما بقاش يرمي الصرف، بقى ياخده بدل ما هيسقي الزرع كله بميه. هو ما ينفعش يلغي الزرع، دي قريه سياحيه وما ينفعش يعملها بميه يدفع فيها فلوس كتير جدا، فبقى ياخد الصرف يوديه لمحطه معالجه ويرجعها يسقي بيها. ده الموضوع منتشر جدا وهينتشر اكتر الفتره الجايه. الجري ووتر كل حاجه في المشروع ما عدا الدبليو سي واليورينال. اللافاتوري بقى، شاور، كيتشن سينك، فلور درين، اي حاجه في الدنيا الا الدبليو سي واليورينال اسمها ويست ستاك او ويست ووتر. ستاك معايا بعربيه عمود. طب السقف المطر عندنا؟ لا سقف المطر ليه كل حاجه لوحده. بيجي من نقط صرف لوحده وبيمشي في مواسير رين ستاك لوحده ويروح لشبكه لوحده. ينفع يوصل على شبكه الصرف؟ ينفع بشروط هنشوفها، بس هو ما بينفعش يتحط يترمي على المواسير بتاعه الصرف بتاعتك. طب هو ليه ما بشوفهم على طول؟ يعني مثلا علشان انت عارف حضرتك احنا غيارات وحاجات زي كده، فاهم؟ بياخدوا مثلا حتى في منزله الجراشات او الكلام ده كله جريلا ويرمى على البياره. عارف على البياره ماشي، بس مش على عمود صرف بتاع مبنى. بيعملوا السقف كده. هو انت متوقع على بياره ماشي تمام، انما على عمود مبنى رايح لشبكه صرف عموميه تقدر تتوقع فلو المطر طول عمرك؟ الكميه المايه اللي جايه. طيب الماسوره اللي انت عاملها مصيزها على اساس ايه؟ على اساس الحمام. طب هي تستوعب صرف المطر؟ لا. طب لو ما استوعبتوش ايه اللي يحصل في الشقق؟ تطفح يوم عاصفه قويه شويه تروح طفحه في المبنى، كارثه. نفس الكلام لو على البياره. انا كده مش عارف برضه. لا لو على البياره هصمم البياره تشيلها. ما لو مصمم البياره تشيل تصرف مطر هخليها تشيل تصرف مطر. هأمن نفسي في السوق اصلا يعني. هتوقع يعني احنا عندنا هيئه الارصاد المرصد بيقول لك كميه المطر المتوقعه للسنين اللي جايه كذا، اقصى كميه مطر كذا لمده كذا. في كل بلد، في اسكندريه في مرصد، في مطروح في مرصد، هنا في القطاميه في مرصد، في العاصمه في السويس في مرصد. هتروح تجيب اقصى كميه تصرف مطر متوقعه وتحطها في البياره، انما مش هعمل عليها المبنى. تمام. عامة احنا هنتكلم عن صرف المطر كتير المحاضرة الجاية.